سنوات تسعة مرت في كل سنة منها إنجازات تسطرها صفحات إذا جمعت لتنوء بالعصبة أولي القوة. نجحت خلالها مصر في استعادة الأمن والاستقرار واكتفاف الإرهاب من جذوره وبناء الاقتصاد وإعادة وضع الوطن على طريق المستقبل في معركة انتصر فيها الشعب خلف قيادته، ولتبدأ مصر في كتابة فصل جديد من تاريخها الطويل. عام واحد فقط من حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان أكثر من كاف لكل مصري شريف أن يعلم أن هذا الوطن في خطر، وخطر محدق لا يتعلق به وحده وإنما بكل الأجيال القادمة. فكان التحرك الشعبي الكاسح معبرا عن إرادة شعبية واضحة في لفظ الجماعة الإرهابية واستعادة الدولة ومؤسساتها وبداية معركة ضروس ضدهم لم تكن أبدا سهلة، دفع ثمنها رجال شرفاء بدمائهم.